الو حسين يا ابني، انا مامة نادية. طلبتك من شوية، قفلت السكة في وشي ليه؟ ما تخزنيش، اصل قلت لي انا حماتك وانا لسه يعني ما خدتش على الكلمة دي. نادية ازاي خرجت بدري؟ لا لا لا، ما اتصلتش بيا، ما شفتهاش. هتروح فين يعني؟ ليه خرجت عشان تشتري حاجة للفرح؟ اه هشوفك بالليل يا حماتي. باي باي. الو؟ لا يا فندم، نادية هانم ما جاتش. صفية هانم؟ ايوه موجودة. صفية هانم؟ الو؟ ايوه يا طنط، فين نادية؟ بتسألين انا عليها؟ ده انا معادي معاها الساعة 10 ولغاية دلوقتي ما جاتش. على العموم ما تتخضيش، انت عارفة انها لازم تبقى قلقانة في يوم زي ده. زمانها جاي. اطمني يا طنط، مع السلامة. لا 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 لا. اخيرا بقينا لوحدنا. انت مش شايفه ان النور كتير قوي؟ لا. you
مش ممكن يا حسين، من فضلك تخرج قبل ما البس هدومي لو سمحت.
كانش لازم اشرب بالشكل ده. يا بنا ده انت كنت هايلة. يا ريتك تفضلي كده على طول. انا مش قادرة افهم ايه اللي بيجرالك بس. ها؟ ما قلتلك يا صفية بحس اني خايفة وانا لوحدي معاها. لوحدك؟ طب ما انت لازم تبقي لوحدك. ولا اقولك خدي ماما معاكم. بلاش هزار يا صفية. طب ايه اللي بيخوف في كده؟ الموقف نفسه وهو كمان بيتغير، بيبقى متوحش، بيبقى انسان تاني. تعرفي ايه اللي بيخليكي تحسي بكده؟ لانك بتقاومي، ما بتحاوليش تعيشي التجربه باحساسك الطبيعي. لكن تعرفي الكم كاس اللي شربتيهم مش هيخلوكي تحسي باي خوف، ويمكن انت اللي تخوفي. لكن قولي لي بجد يا صفايا، انت حصل ايه معاكي؟ يا مكار، عايزه درس خصوصي يعني. طيب تدفعي كام واقول لك؟ اخصى عليكي قولي، ما تبقيش وحشه. الفرنده والهوا جو جميل للحب. قولي له، قولي له الليله ليله فرحنا مش امبارح. دي اجمل حاجه قلتيها. النيل والكوبري، الدنيا كلها ساكته وكل الناس نام. يمكن في عرايس غيرنا صاحيين. برافو عليكي، كده جنان. ايه الكلام الحلو ده؟ ايه اللي يخوف دلوقتي؟ دي اجمل لحظات العمر، اتمتعي بيها، بدلي شعوره. يا بابا مولاي. في ايه؟ اضحكي هزري، اجري املي البيت بضحكك. ولع النور.
مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ انت بتخافي من الضلمة؟ أنا آسف، أنا كنت فاكر إن دي حاجة تبسطك. هولع نور، نخليه والح، هولع النور كله، ها؟ شايفه النور ولع كله ازاي؟ ها؟ ايه يا حبيبتي؟ ارتحتي؟ تحب اولع لك ايه تاني؟ انتي لا جايين معاكي انتي حجر انتي ما تحسيش اكيد ما عنديش احساس خليك يا افندم ده اما اشوف حد يهمني حد امتى انا مش فاهم انتي جوزتيني ليه تقدري تفهميني ليه ليه كل شويه ولع النور اطفي النور ولع النور اطفي النور انتي ماذا مش عارفه ايه اللي عملته ده هي اي واحده اي واحده شربت خمره وسلمت نفسها الراجل اي راجل من غير احساس خالص حسين جوز حسين زيهم زي اي راجل ما كانش لازم افرط في نفسي انا مكسوفه من نفسي ما كانش لازم ابدا ابدا صدقيني يا صفيه صدقيني انت مش طبيعيه ناديه انت لسه بتحبي عصام ردي يا نادية يمكن ده يكون له دخل في تصرفك مع حسين لا ما بحبوش بالعكس ما تتصوريش قد ايه بكرهه وعمري ما حبيته وبعدين ايه العمل دلوقتي مش عارفة عايزة الحق مادام قبلتي الجواز لازم تعرفي ان جوزك له حقوق عليكي كان لازم تفكري في كده قبل ما تتجوزي فكرت وبعدين اتجوزتي اتجوزت حاولت اكون زي اي ست لكن سقطت في الامتحان فشلت كنت دايما بشوف السعادة في عينك انت ومحمود اتمنيت ابقى زيك عايش واتمد لكن انا مش زيك ويظهر ان انا مش زي اي ست عشان كده فشلت
يا ريتني ما اتجوزت، يا ريتني ما اتجوزت. نادية يا حبيبتي ما تحكميش على نفسك بالفشل، وعمر جوازك يوم. حاولي يا نادية. مش قادرة، مش قادرة. هتقلبي حياتك بالشكل ده؟ انا مش عارف لحد امتى هستمر كده. ارجوك يا حسين اديني فرصه، مش عايزه جوازنا يفشل. ارجوك يا حسين. لحد امتى؟ لحد امتى؟ على طول كده هترجع شغل؟ مش احسن واحد يلاقي حاجة ينشغل فيها؟ عندك حق، انا كمان عاوز ارجع المكتب تاني عشان تكمل. ارجوك يا ستي سيب حكاية المكتب ديت، انا عاوز اشغل نفسي زيك. الشغل هيبعدك اكتر مني، اسمعي كلامي كفاية اللي احنا فيه. ما انا سمعت كلامك وسبت المكتب من اول ما اتخطبت. ايه بقى خلاص؟ انا غلطت اللي سبته. ده رأيي ولازم تحترميه. مع احترامي رأيك انا لازم ارجع المكتب تاني. ده هروب. انا ما بهربش. بتهربي؟ ما بهربش. نادية انت قلتي لي انك مش عاوزة جوازنا يفشل، ارجوكي اثبتي لي ده، بلاش المحاماة، بلاش كتب القانون دلوقتي. نادية هانم، ازيك يا عم متولي؟ اهلا وسهلا. الاستاذ موجود؟ موجود يا فندم، اتفضلي. متشكرة. اهلا ليلى. اهلا استاذة نادية. نادية اهلا. اهلا. متأسفة كنت فاكر حضرتك لوحدك. الحمد لله على السلامة، اتفضلي. اهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اقدم لك الاستاذ احمد. أهلا وسهلا. ابن صديق عز عليا من الصعيد. تشرفنا. تشرفنا يا فندم. نادية أستاذ أحمد كانت أستاذة كبيرة قوي. العفو، تحت التمرين. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا أستاذ أحمد. تسمح لي أستاذن أنا بقى. طيب، المكتب بيرحب بيك ومنتظرينك تيجي تستلم مطرحك بيننا. شكرا يا فندم. العفو. فرصة سعيدة. مع السلامة. بقى كده تسيبينا وكمان من غير ما تسلمي. لكن رجعت تاني. والحقيقة مش عارفة هتقبلوني ولا لأ. ويا ترى نسيت القانون ولا لسه؟ شويه لكن حذاكر. شايف حضرتك الكتب قد ايه؟ من غير ما تذاكري نبوغ كان ظاهر من ايام الجامعة. بفضل حضرتك. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير. حضرتك تحت التمرين؟ لا انا عديت المرحله دي، انا خدت ليسانس سنه 62، كنت اول دفعتي، وبعدين اتمرنت في مكتب الاستاذ البجوري، وفي قضيه مخدرات حصل خلاف بيني وبين الاستاذ البجوري عن الموضوع اللي كنت لازم اقول له حد. تسمح لي اسالك سؤال؟ افندم، يمكن حضرتك ما تعرفش ان في اوضه تانية لحضرات المحامين. انا اسف اذا كان حصل مضايقه، بس احب حضرتك تعرفي ان الاستاذ عمر هو اللي امر ان مكتبي يبقى هنا. مش ممكن، كان لازم ياخد رايي. أوضة المحامين فيها تلات مكاتب، العدل كده. عدل إيه؟ هو إحنا في محكمة؟ على العموم ما تزعليش. أنا مش زعلانة. لو سمحت أشيل مكتبي من هنا. والله اللي يعجبك. ما أحبش أبدا أقعد غصب عنك. مش فاهمة يعني إيه غصب عني. يعني أنا مش تليحة. مين قال كده؟ أنت حر، أقعد في الحتة اللي تعجبك. كده؟ Thank you.
عايز اقابل سيادتك. وبعدين معاكي. ارجوك يا مدموزيل، مش عايز اقابل حد. دي وحشاني موت يا مولا. ازيك انت؟ اجيب لك لعبه؟ حاضر. وكمان لشريف وعمرو طبعا، دول حلاوه القضيه. قضيه مش ضيه. باي باي يا مولا يا اموره. باي باي. لو سمحت يا عم متولي تحط لي دول في اوضتي. مبروك يا استاذه ناديه. متشكره قوي. اهلا اهلا بالاستاذه الكبيره. صباح الخير يا ستي. مبروك، اتفضلي. متشكره. برافو، انا مبسوط قوي ان ربنا وفقك في القضيه دي. الحمد لله. القضيه كانت معقده قوي لكن ربنا ستر. في حاله جديده يا ناديه جات لنا. أيوة. واهل المتهم عايزيننا نحضر التحقيق في اسوان. ياه، في اسوان؟ القضيه من طرف الاستاذ احمد قريبه هناك. ما افتكرش اني حقدر اسافر اسوان. دي جنايه قتل وانا معتمد عليك. انا اسفه، الحقيقه كان يساعدني لكن في ظروف عائلية حاليا يمكن ما تسمع. خلاص، يسافر الأستاذ أحمد مع الأستاذ رفعت. معقول برضو، عن إذنك. إيه ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ ما لقيتيش غير اللعبة دي؟ مالها؟ بدل ما نعلم الأولاد الحب والسلام، نعلمهم الحرب؟ حاجة غريبة، هو أنا جايبها لك أنت؟ كان ممكن تجيبي لعبة مفيدة. بيان وعروسه مثلا. وانت ايه اللي خلاك تفتح اللفه دي؟ انا سمعت حاجه جواها بتزن، خفت لا تكون قنبله، فتحتها بصيت لقيتها دبابه. Thank you.
من رصيد رقم 8. على السادة كمساريين الأبواب لإرشاد السادة الركاب. انت جيت منين وامتى؟ انا جيت من بدري، بس كنت في البوفيه شربت قهوه ووصيتهم على 2 شاي. شكر. اتفضلي. كم حته سكر؟ نص. ياه، نص بس؟ ايوه. نسيت اسالك، الدبابه عجبت؟ ياه، ده شريف قاعد يلعب بيها لحد ما قلب دماغنا. صوتها مزعج مش كده؟ قوي. وانا صغير كانت كل لعبي من غير حس، كلها قطن وقماش. غريبة. كنا فقرا، خصوصا بعد ما مات والدي. كانت امي بتعمل لي عرايس وحسنه من قطن المراتب القديمه والقماش المقطع. كانت بتعجبك؟ اي حاجه كانت بتعملها امي بتعجبني وبفرح بيها. قد كده كنت بتحبها؟ ماليش غيرها في الدنيا وملهاش غيري. أبويا مات وعمرها 25 سنة. كانت بتحبه قوي، كان يستحق إنها تفضل بقية عمرها مخلصة لذكراه. عريس وعروسة. بتضحك على ايه؟ مش متصور ازاي هتحضر التحقيق ولا المرافعة في القضية دي. ليه؟ اذا كان واحد قتل واحد لانه بص لمراته وهي بتغسل هدومها. وبعدين؟ اذا كانوا بيعتبروا هدوم الست عورة، لو واحد يبص لها يقتلوه، ازاي هيرضوا ان واحدة ست تدافع عن راجل؟ لان الست دي في ايدها تنقذ حياته. اصلك ما تعرفيش تقاليد الناس اللي عايشين في المنطقة دي. انا هخليهم يغيروا عقليتهم. لو سمحت شيلها من هنا، دي في الصالون اللي جنبنا. سيبها، انا اللي طلبتها. تحبيها برغوة ولا من غير رغوة؟ انا ما احبهاش خالص.
ممكن تشربها في حته تانية؟ انا قلت يمكن تحبي تشربي شويه علشان تنامي كويس. مين قالك اني بشرب؟ انا كمان قليل جدا لما بشربها، لكن خايف الليله دي ما نامش. في صحتك. مزمزي ايه؟ يعني نقنقي من المزه. نقنق انت. تسمحوا دقيقه واحده بره لحد ما اوضب السراير. سراير؟ سراير ايه؟ اطمني يا هانم هتكونوا مرتاحين خالص. ولا جه في بالي حاجة من دي. متولى فندي هو اللي قطع التذاكر. كان فاهم ان الاستاذ رفعت هو اللي مسافر معايا. تسمح تدور لك على حتة تانية تنام فيها؟ حاضر. تصبح على خير. أستاذة نادية، نادية هانم، يا أستاذة نادية افتحي من فضلك، أستاذة نادية، أرجوك تفتحي.
استاذ احمد، استاذ احمد احنا وصلنا. ما البرد اتغطيت بالمفرش، خبطت عليك امبارح عشان اخد بطانية، لكن الظاهر كنت نمت. ايه خبر؟ وعربية النوم كانت مليانة. انا اسفة قوي. ولا يهمك، انا واخد على نوم الكراسي. في حاجة؟ ربنا يستر، كان لازم اشيل اللوز وانا صغير. عم هريدي، عم هريدي، الله، انت مش عارفني ولا ايه؟ ما اعرفكش كيف، دي انت ولد اخوي احمد. يا مرحبا يا مرحبا. امال دورت وشك ليه؟ امال الجماعه مش معاك ولا ايه؟ دي الست ناديه السكرتيره بتاعتي، وده عم هريدي، كان صديق عزيز للمرحوم والدي الله يرحمه. اتفضلوا. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. دي بقى احسن اوكامضة في صوان. متشكرين يا عم هريدي. بكرة لو سمحت تبعت لنا العربية الساعة 8 الصبح عشان نروح النيابة. حاضر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم هريدي، متشكرين اوي. مع السلامة. منظر بديع وبلد جميلة. انت زعلانة مني؟ ازاي تسمح لنفسك انك تقدمني على ايدي السكرتيرة بتاعتك؟ عشان انقذ الموقف. انا موقف؟ موقفي ولا موقفك؟ موقفنا احنا الاثنين وموقف المتهم، وديكي شفتي عقلية ابوه. والعمل دلوقتي هحضر التحقيق ازاي وبأني صفة؟ هريدي مش هيكون موجود في التحقيق. اتكلمي بصفتك محامية وانا يا ستي السكرتير بتاعك. مبسوطة؟ ايه رأيك ننزل نتمشى وتاخدي فكرة؟ عن ايه؟ عن بلدنا والحياة اللي فيها. انا متأكد انك هتحبيها. متأسفة، نشوف شغلنا احسن. استاذة نادية. افندم. اتفضلي. ايه ده؟ ده مفتاح الباب اللي بين الاوضتين، لقيته من ناحيتي. نتقابل على العشاء عشان ندرس القضيه. حاضر.
لو سمحت اوضه 155. ميرسي. مساء الخير. أنا مستنياك تحت على العشاء وعشان نتكلم في القضية وسفر كمان. أستاذ أحمد ما بتردش ليه؟ متأسف مش قادر. يعني إيه مش قادر؟ تعبان تعبان خالص. ألو ألو ألو. أشرب أشرب. ايه اللي نزلك؟ زهقت قلت انزل استناكي هنا. وازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله احسن بكتير. قوليلي عملتي ايه؟ طمنيني. اسكت مش خليت عم هريد يقول فلتحيا الحرمات يا بوي فلتحيا الحرمات يا بوي. ازاي؟ ولا حاجه. لقيت شهود بيقولوا كلام مخالف لبعض فطلبت من وكيل النيابه يعمل مواجهه بينهم. كويس قوي. ولما واجهوا بعض اتلخبطوا ورجعوا في كلامهم الاولاني. واتضح ان ابن هريدي ساعه الجريمه كان واقف قدام باب البيت، مع ان تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان الرصاصه جت من مكان عالي زي مثلا فوق سطح بيت. يبقى مش ممكن يكون ابن هريدي هو اللي ضرب النار. مظبوط. يعني هنكسب القضيه 100%. برافو عليكي. ما تتصورش انا سعيده قد ايه. سعيده خالص.
بها وانا لقيت لكم صوره. هتعرف؟ مال. يلا يا اخو ورين. وريني كهو. ياما صورت عرايس ياما. قرب منها شويه. قرب منها شويه، مالك قاعد بعيد عنها ليه؟ كمان عشان الصوره تطلع مليحه زيكم انتم الدول. تسلم يا عروس، ده انا ياما كان من ايديا اجانب ومصار وايام. فكره كويسه يا اسماعيل، اللانش والفسحه والغزوه كمان. المعايش يا بيه، المعايش. تعالي يا اموره. فزه بنت جومي، جربي. تحبي البرتقال؟ جوي. وتحبيني؟ جوي. أنا أكلت كتير. دي بس. أنا عمري ما أكلت بالشكل ده. يا سلام. جاهزين؟ ايوه جاهزين. انا جايه. مرتك زين؟ مرتي يا ريت قلبها خالي زي قلوبهم. قلبها مغمض. معلش المرة الجاية. ما بدري يا بنت الستات. مش كده. مع السلام. خاف عليها يا ابني. حاضر. خدي يا بنتي لابنك. ماليش ولاد. هيبقى عندي. خدي يا ما عندي شيء اعطيه غير دول. افتكروا صبح العجوز. حاضر. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. انت ولدك من اسوان؟ ايوه. تعرف ان اسوان جميله قوي والناس اللي فيها طيبين. العفو. انا بتكلم جد. انت عايزه الجد؟ انت اجمل من اي جمال في اسوان وفي غير اسوان. انا بتكلم عن اسوان مش عني. بنتكلم عن الجمال. انت ما تعرفنيش. خليني اعرفك. ناديه انت خايفه من حاجه؟ ليه؟ انا حاسس بكده. انت دكتور؟ لو كنت دكتور حقيقي كان اول حاجه سالتك فيها طفولتك. بابا ماما. بابا الله يرحمه كان صعب قوي، لكن ماما
كانت طيبة وحنينة فوق ما يتصور العقل. مسكينة كانت مظلومة معاه. ممكن تفتحي لي قلبك أكتر من كده؟ بلاش نتكلم عن قلبي. مش قادر. ليه؟ لأننا اتنين قابلنا في الدنيا وسكتنا واحدة. مش عايز أمشي لوحدي ومش عايز أسيبك لوحدك. صدقيني الوحدة صعبة مؤلمة. عايزة ونيس، عايزة حبيب. وليه ما يكونش صديق؟ احنا مش لازم نفكر في اكتر مسابقة. Oh!
جميلة وردة في البستان، غصن بلية جميلة زهرة في البستان. يا جميلة يا جميلة وردة في البستان، غصن بلية جميلة زهرة في البستان. يا مش الكموني العيون لافوني، يا مش الكموني العيون لافوني، وانا كل غرام. يا جميلة يا جميلة وردة في البستان، غصن بني يا جميلة زهرة في البستان. يا أميرة يا أميرة أمرة يا بدفيرة، يا أميرة يا أميرة أمرة يا بدفيرة، ولا في الحوادي. يا جميلة يا جميلة وردة البستان، غصن بني يا جميلة زهرة في البستان. نادي أنا بحبك. نادي أنا بحبك وعايز أتجوزك. مش ممكن. ليه؟ لازم أعرف ليه؟ أنا فشلت في الجواز ومش عايز أسبب لك أي ألم. أنا متضايقة يا ست. مش ممكن هتسببي لي أي ألم. قلت لك أنا بحبك، بحبك. مش هتجوز. مش عايزة أتجوز. مش عايزة. من فضلك احجز لي تذكره على المصرف اول قطر.
1914. نادي حبيبتي، لا لا لا
المره دي مش هتهربي مني. انت حيدي حب سفاله. انا كنت بحبك يا ناديه. اول مره تيجي عندي في الاتيليه كنت بكلمك عن الجمال والفن والحب. كنت سعيده، كانت البراءه والجمال في عينيك. لو كنت عملت لك تمثال كان هيبقى اجمل تمثال عندي. انطفى النور من نفسه. انت اللي طفيت. صدقيني يا ناديه، ابدا ابدا انطفى من نفسه. ايه اللي غيرك يا ناديه؟ ايه اللي غيرك؟ كنت خايفه مني، قلت لك انا عصام، حاولت اطمنك، كنت بتجري مني، كنت بتصرخي وتقولي انت سافل انت سافل انت سافل. صدقيني يا ناديه صدقيني، انا كنت بحاول امنعك من انك تمشي علشان تعرفي الحقيقه. صدقيني يا ناديه، في عقده في نفسك، انت بتخافي من الضلمه، كنت بتصرخي كل ما تسمعي البرق. صدقيني يا ناديه، في عقده في نفسك. صدقيني، قولي انك مصدقاني. كذاب. قولي انك مصدقاني. كذاب. قولي انك مصدقاني. كذاب. 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 نادية. 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 Thank you.